ثلاثة أذكار إذا واظب عليها العبد وأدمن عليها وداوم عليها فإن تحقيق مطلوباته سيكون سريعا جدا بإذن الله. وهذا أمر معروف من السنة وكذلك معروف من ما حصل وما يحصل للناس والحمد لله من المواظبة على هذا الأمر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه الثلاثة دائما أنا أوصي بها أيضا المكروب، وأوصي بها المريض، وأوصي بها المحتاج، وبفضل الله يعني يجدون بركة وثمرة عظيمة جدا في تعجيل استجابة الدعاء وتحقيق المطلوب. ولكن كما أقول دائما، اليقين اليقين اليقين، التسليم لله سبحانه وتعالى، التدبر، أن تذكر هذه الأذكار وأنت متيقن أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك، وأن تذكر هذه الأذكار وأنت عارف لمعناها. هذه الأذكار الثلاثة كلها وردت في الكتاب والسنة. أولها الاستغفار، الاستغفار بأي صيغة كانت، ولكن خيرها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى نهاية حديث سيد الاستغفار. وكذلك الاستغفار بالصيغة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الاستغفار مع تدبر المعنى ومع تلمس الذنوب التي بينك وبين الله وأنت تذكر وتطلب من الله أن يغفرها لك، تذكر هذه الذنوب واغسل هذه الذنوب بهذا الذكر العظيم. والاستغفار خيره عظيم جدا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا في الآثر. وكذلك الآيات وصايا الأنبياء لأقوامه بالاستغفار. الاستغفار لا يدمن على الاستغفار إلا مفلح فالح إن شاء الله، لا يدمن على الاستغفار إلا من أراد له الفوز في الدنيا والآخرة. فالاستغفار ثم الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. والحوقلة أثرها عجيب في حمل الهموم وإزالة الهموم وتخفيف الكروب، بل تحطيم كل الحواجز التي بينك وبين التوفيق. لماذا؟ لأنك حينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ربي لا حول لي ولا قوة لي ولا قدرة لي إلا بك يا الله، هذا هو التفويض والتسليم التام، هذا هو التوحيد. يا ربي لا قوة لي ولا قدرة لي ولا حيلة لي ولا حول لي ولا تدبير لي إلا بك أنت يا الله. فما أجمل الحوقلة إذا تدبرها العبد، يعني أنت تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى حول الله وقوته بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا رب لا واسطة لا قوة لا شفيع لا نصير، يا رب أنت فقط، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله يا إخواني، ثم والله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، وخيرها الصلاة الإبراهيمية، والله إنها تكسر كل الحواجز، والله إنها تعجل في تحقيق المطلوبات بشكل عجيب جدا والحمد لله. والله ما رأيت عالما إلا وهو يوصي بالصلاة والسلام على رسول الله لتفريج الكربات، كيف لا والحديث أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اجمع هذه الثلاثة يا إخواني وأخواتي، اجمعوا هذه الثلاثة: الاستغفار والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. لا تقول لي كم العدد، من دون عدد، خلاص من دون عدد، اتخذ هذا لك طريقا
طريقا، اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي وتوب علي، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية، خلاص ليلا نهارا، والله سترى فرج الله بإذن الله في أيام قلائل. وإني والله لا أعلم من القصص الكثير التي حصلت لأناس من خاصتي ومن معارفنا ومن طلابنا ومن طالباتنا ما تقر به الأعين. هذه الثلاثة ثلاثة عجيبة لتحقيق المطلوبات مهما كانت، وإزالة الكروب مهما كانت، لكن كما قلنا اليقين والإخلاص وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن نتدبر هذه المعاني، لا يكون الذكر فقط عبارة عن دندنة على اللسان، لا، إنما لابد أن يكون نابعا من القلب بالتدبر والتفكر. والله أعلم، وصل اللهم على محمد.